صباحكم بكل خير، موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة السعودية، أهلا بكم. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى. وبينت المحكمة في إعلانها أنه نظرا إلى ما تضمنه قرار المحكمة بتاريخ 3 من الشهر الثامن من عام 1442 هجرية من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت 29 من شهر رجب رغم ترائيه بسبب ما شهدته تلك الليلة من أجواء مغبرة على المراصد. فإن المحكمة العليا ترجو من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين. أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى. وأوضحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداء من اليوم الأحد وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية. ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ودعت صحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس. أكدت الصحة أن الحالات النشيطة والحرجة لفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع حثتنا الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا. وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة حيث أعلنت مساء أمس عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 397,636 إصابة من بينها 8,113 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 914 حالة حرجة. كما تم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 382,776 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6,747 حالة وفاة رحمهم الله جميعا. هذا وتجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 580 مركزا في مختلف المناطق. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
دعت الحكومة اليمنية إلى محاكمة ميليشيا الحوثي الإرهابية لزراعتها الألغام بطريقة عشوائية، ما تسبب بمقتل مئات المدنيين وتهديد طرق النقل الرئيسة وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وقالت إن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية عام 2014 زرعت أكثر من مليون لغم في جميع الأراضي التي تسيطر عليها، وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى جهد دولي من خلال إحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة. كما قالت الحكومة إن التقارير الدولية قد أثبتت أن ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة والألغام التي تحصل عليها من إيران، وتقوم أيضا بصناعتها محليا. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المصرية القاهرة مع الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وأضاف السيسي أنه تناول في مباحثاته مع الرئيس التونسي قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي. من جانبه أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عدم قبول المساس بالأمن المائي المصري، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة. أعلنت إثيوبيا أن عملية الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل. وشدد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015. كما دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكيلي السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. في الختام نذكركم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. إلى اللقاء.